في البداية عاوز أقول يعني ألف مبروك للشعب المصري كله على تأهل المنتخب الوطني للنهائي. طبعا يعني فعلا طلعوا رجالة وفرحونا كلنا، ودي كانت يعني تهنئة في البداية. ونبدأ مع بعض في العناوين الهامة والعاجلة معانا في الوقت الحالي، وبيان عاجل وناري من الرئيس السيسي بعد تأهل المنتخب الوطني إلى النهائي ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى، كوريا الجنوبية تبرر سبب رفضها الكشف عن تفاصيل عقد تصدير أسلحة إلى مصر. وعاجل تعرف على رد فعل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر. وليفربول يوجه رسالة عاجلة لمحمد صلاح، ننشر التفاصيل في الفيديو. وننشر تفاصيل زيادة أسعار البنزين في مصر. وخبير مصري ينشر مفاجأة لكل المصريين عن سد النهضة وأبي أحمد. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لـ 1000 أو 2000 أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نخش في تفاصيل الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وبيان عاجل وناري من الرئيس السيسي بعد تأهل المنتخب الوطني إلى النهائي. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتخب مصر لكرة القدم بعد تأهله إلى نهائي كأس إفريقيا وتجاوزه عقبة منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تغريدة: أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية. وأضاف: إنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين. وتابع: لقد أثبت أبناء اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعاب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم، لقد أسعدتمونا جميعا وبلدكم فخورة بيكم. المصدر معانا كان من الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي على تويتر وعلى فيسبوك. يعني الرجالة فعلا لعبوا برجولة جدا وما تهاونوش، ولعبوا كأن الفوز يعني حياة أو موت. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. انتقل مع بعض الخبر آخر. وفي مفاجأة كبرى، كوريا الجنوبية تبرر سبب رفضها الكشف عن تفاصيل عقد تصدير أسلحة لمصر. وصف المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية طلب الكشف عن شروط العقد المحدد مع مصر لتصدير إليها مدافع الهامونترز ذاتية الدفع من تراس كي 9 بأنه طلب يضر بالمصلحة الوطنية الكورية. وفي مقابلة مع محطة راديو ان بي سي، صرح بارك سو هيون السكرتير الأول للتواصل مع الشعب المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بأنه إذا كشفت الحكومة عن مثل هذه الشروط بالتفاصيل فقد لا تتمكن من تصدير الأسلحة. وكانت إحدى وسائل الإعلام الكورية قد ذكرت في وقت سابق أن مصر ستشتري هذا الطراز من مدافع الهاوترز ذاتية الدفع من كوريا الجنوبية باستخدام الأموال التي سيقترضها بنك التصدير والاستيراد الكوري. ووصفت العقد بأنه غير مسبوق لصالح دولة مستوردة. وقال بارك إنه لا يعرف لماذا يثير هذا العقد الجدل. أشار إلى وجود العديد من حالات التصدير في خلال الدعم المالي من بنك التصدير والاستيراد الكوري، أكد أن هذا العقد كان بمثابة فرصة جديدة لتعريف العالم بتميز أنظمة الأسلحة الكورية الجنوبية. المتحدث الكوري الجنوبي أشار إن كوريا تعد خامس دولة في العالم تصدر الغواصات، لافتا إلى عدم إمكانية الكشف عن جميع العقود لتصدير الأسلحة لأن قضية تصدير الأسلحة تتعلق بالأمن. وأن كوريا الجنوبية أصبحت واحدة من أكبر 6 قوى عسكرية في العالم بشكل عام. وصرح بأن هذه الإنجازات لم تتحقق فقط في عهد حكومة الرئيس مون جي إن، بل تعود إلى الحكومات السابقة أيضا. أضاف أن هذا شيء يجب أن نفتخر به. المصدر معنا كان من يونهاب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا
الخبر الهام والعاجل. وننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل تعرف على رد فعل إيتو بعد خسارة الكاميرون أمام مصر. تناقل رواد مواقع التواصل السوشيال ميديا صورا وفيديوهات لرد فعل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إيتو بعد خسارة منتخب الكاميرون أمام مصر بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إفريقيا. وتصدى الحارس المصري محمد أبو جبل الراجل لركلتين ترجيحيتين، وسدد الكاميروني كلينتون ركلة ثالثة خارج إطار المرمى ليحقق الفراعنة الفوز بنتيجة 3-1 ويحجزوا مكانهم في المباراة النهائية. وبدأ إيتو متأثرا للغاية بعد خسارة منتخب بلاده، حيث ظهر في المدرجات حزينا وقد وطى رأسه وغير مصدق لما حدث. وكان إيتو أثار جدلا واسعا مؤخرا بوصفه مباراة الكاميرون في نصف النهائي كأس أمم إفريقيا بالحرب، وتلعب مصر في المباراة النهائية بعد غد الأحد مع السنغال المتأهلة على حساب بوركينا فاسو 3-1. المصدر معانا كان من RT رغم ما حدث في المباراة أمس، يعني باين قوي ان الحكم يعني مايل لمنتخب الكاميرون. مايل بقى مش هنقول بقى اذا كان يعني مرتشي او بياخد فلوس او انا مش هقول كل ده، انا هقول الحمد لله ان احنا تأهلنا للنهائي. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وليفربول يوجه رسالة عاجلة لمحمد صلاح. حرص نادي ليفربول الانجليزي على توجيه رسالة تهنئة لهدافه المصري محمد صلاح على تأهل منتخب مصر إلى نهائي النسخة 33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم. حساب الرسمي لليفربول على موقع تويتر نشر صورة للنجم محمد صلاح مع تدوينة جاء فيها إلى النهائي 80 للملك محمد صلاح على وصوله رفقة المنتخب المصري إلى المحطة الأخيرة من كأس الأمم الإفريقية 2021. كما نشر صورة أخرى مشتركة لنجمي محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني مرفقة بتعليق حدث بالفعل نهائي ليفربول في القارة الإفريقية. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أو في يعني ناس مش عارفة إن ساديو ماني ومحمد صلاح بيلعبوا في نفس النادي الإنجليزي وهو نادي ليفربول، فهتبقى يعني مواجهة ساخنة جدا بين يعني لاعبين في نفس الفريق. أترك لحضراتكم التعليق، وإن شاء الله نتمنى الفوز لمنتخب مصر في النهائي على السنغال، ومنتخب مصر الرجال إن شاء الله وهيفرحونا يوم الأحد القادم. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وننشر تفاصيل زيادة أسعار البنزين في مصر. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه 25 قرش، وتثبيت سعر السولار على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة. جاء القرار بعد اجتماع اللجنة، وستطبق الأسعار الجديدة على ربع السنة يناير لمارس 2022. وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة 9 صباحا كالآتي: 7.25 جنيه للتر بنزين 80، و8.5 جنيه للتر بنزين 92، و9.5 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 قرش للتر الواحد. المصدر معنا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وقولوا لنا رأيكم في زيادة أسعار البنزين في الوقت الحالي. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وخبير مصري ينشر مفاجأة لكل المصريين عن سد النهضة وأبي أحمد. قال الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي في تصريح لصحيفة RT إن سد النهضة الإثيوبي ما زال بدون توليد كهرباء وأن جميع بواباته مغلقة، أشار لعدم وجود تخزين ثالث بالسد. وحسب شراقي أظهرت الأقمار الصناعية إن جميع بوابات السد الإثيوبي مغلقة والمياه تتدفق من أعلى الممر الأوسط، ولا توجد أي علامات على تخزين ثالث الذي يتأكد يوما بعد يوم عدم إمكانية تحقيقه هذا العام.
وإذا تم فسوف يكون محدودا للغاية وبكمية أقل من التخزين الثاني بحوالي 2 مليار متر مكعب. وأشار الخبير إلى أنه في حالة إذ نجحوا في ملء سالس هذا العام فسيكون فقط بهدف تهدئة الشعب الإثيوبي والترويج له بأن العمل منتظم في السد، كما حدث خلال العامين الماضيين في التخزين الأول والثاني الذي ما زالت إثيوبيا تدعي أنه تم تخزين 13.5 مليار متر مكعب. ولدعم هذا المفهوم عقدت الحكومة الإثيوبية اجتماعها الشهر الماضي في منطقة السد، وقال رغم أن التشغيل قد يؤدي إلى تفريغ نصف البحيرة الحالية بمقدار حوالي 4 مليار متر مكعب نحو السودان ومصر لإنتاج الكهرباء، إلا أن هذه الخطوة سوف تزيد من التوتر حيث أنها تعد استمرارا للقرارات الأحادية من جانب الطرف الإثيوبي. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تعالوا نعرف مع بعض خبر آخر معانا، وخبر مهم جدا، وتغريم شركات المحمول ملايين الجنيهات. وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم شركات المحمول بحوالي 17 مليون جنيه مصر عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات عن الربع الرابع من عام 21. وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2021 الفترة من أكتوبر لديسمبر 21. ويعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة مدينة وحي لكل مشغل. وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات وعمليات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 115 ألف كيلومتر في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع 2021. كما شن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شرطة الاتصالات حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة غير الشرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات، مما أسفر عن ضبط وإزالة 1750 جهازا غير شرعي مقوي وهوائي في 7 محافظات. المصدر معنا كان من صحيفة الأهرام، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 17 مليون جنيه مصري بسبب سوء الخدمة في بعض المناطق في مصر، لعله يعني يكون دافع لشركات المحمول وهي الاهتمام بالمناطق المعدومة من إشارات المحمول. ونتمنى إن شاء الله إن يعني يكون في خدمة أفضل من كده من شركات المحمول الأربعة. للعلم احنا عندنا يعني 4 شركات محمول، وهي أول شركة المصرية للاتصالات وي، تاني شركة وهي اتصالات، وتالت شركة وهي فودافون مصر، رابع شركة وهي شركة أورانج. فالشركات دي يعني يجب انها تحسن من مستوى الخدمة اللي بتقدمها للشعب المصري تجنبا لأي فرض غرامات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأترك لحضراتكم التعليق. وفي النهاية برضو عاوز أقول بمناسبة تأهلنا لنهائي كأس أمم إفريقيا، ندعي كلنا ونقول يا رب وفقنا إن شاء الله بالحصول على الكأس الثامنة للأمم الإفريقية، وربنا يوفق يا رب منتخب مصر بقيادة الكابتن الكبير محمد صلاح، ربنا يحفظه ويحميه إن شاء الله النهائي مصري بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.